كان في انترتينمنت يعني، كان في بتعرف انت غير الشمع؟ لا لما يكون عندك سهرة عيد يعني، هاي اسبوع الشمع يكون عندك سهرة عيد كمان بدك تجيب انترتينمنت. ومين احسن انترتينمنت تجيبه؟ غنوة؟ يا احسن من غنوة؟ مين؟ وليد دمياطي اكيد. حلقة انترتينمنت تجيبه لاولادك نهار عيد ميلاد والله. انت اذا بدك للريفيون انترتينمنت هو بابا نويل جاي وليد دمياطي، بتجيبه مع بابا نويل، بابا نويل بيعطي كادويات وبيعمل لك ساوند، وبيعمل لك ساوند افكت لانه اكيد بيتبسطوا فيه الاولاد والله. احلى انت احلى ما عندك، شو جيب غنوه، شو هذا الغنوه، شو بتعرفك، شو انا جيب وليد دمياطي شوف. حديد لبرا لرالف، رالف من الكيتي، جابرييل، يوسف يوسف يوسف. ليه ليش ليش رجعت ليها؟ شو هاي رجعت ليها؟ حديد لبرا لرالف، رالف من الكيتي، جابرييل، يوسف يوسف يوسف. تخيل ما في اهضم من هيك، من ما في اهضم منه بالعالم. يوسف وبيعلي اللهجات، يعمل لهجات مهضومه. ليك شوف يا الله بيعمل، جيبه خلص فول كوميدي شو انترتينمنت بعقد، راح اجيبه انا. نادر من ثلاثه بالقزاز، نادر بحط ثلاثه بالقزاز بالقزاز ابو العدد بالقزاز. في هذا منه ابدا. لتحضر كل برامج الـ LBCI زور موقعنا على www.lbcgroup.tv.